السلام عليكم، سنقوم اليوم بطرح فكرة استخدام الباوربوينت لتحضير درس نموذجي للطلاب، ويمكن الاستعانة بالكويك ستارتر من أجل الحصول على تمبليت. هنا سنختار كلمة DNA وسنختار نموذج وسنختار المواد التي نرغب بإضافتها ثم نضغط Next. بعد الاختيار ستظهر لنا الباوربوينت جاهزة، يمكن إزالة الشريحتين الأولى والثانية، والآن يمكن الاستعانة بهذا التمبليت وإضافة 3D Objects. لأن الدرس يتكلم عن الـ DNA فسوف نقوم باختيار 3D Object عن الـ DNA لتسهيل عملية التعليم. بعد إضافة النموذج كـ 3D يمكننا اختيار الشكل المناسب لهذا النموذج، وأيضا لتحريكه من شريحة إلى شريحة نقوم بنسخ الشريحة ثم التوجه إلى كلمة Transition واختيار Morph. Morph سيقوم بإعادة خطوات تحريك النموذج بطريقة بطيئة، وبهذه الطريقة سيظهر لدينا أن المجسم يتحرك بطريقة الـ 3D. والانتهاء من التحريك يمكن للمعلمة أن تسجل صوتها وهي تشرح عن الـ DNA، فضغطت على Slide Record ثم تقوم بتحديد القلم وتبدأ بالضغط على كلمة Record. الآن يمكنها التحدث واستخدام القلم وهي تشرح، يمكنها الكتابة على الشرائح. ويمكنها التنقل من شريحة إلى أخرى. بعد الانتهاء ستضغط Stop و Escape للخروج من التسجيل. كما يمكن للمعلمة إضافة أسئلة بعد الانتهاء من شرح أي محور باستخدام الفورمز، فعند الضغط على كلمة فورمز ستفتح جميع الفورمز المحضرة سابقا على يمين الصفحة. يمكنها اختيار فورم جاهز أو إنشاء فورم جديد بالضغط على New Quiz، وهنا سيطلب منها إدخال اليوزر نيم مرة ثانية يمكنها وضع عنوان لهذا السؤال مثل DNA وتحديد سؤال من نوع multiple choice. هذه الطريقة ستساعد المعلمة على التأكد أن الطالب يتابع مشاهدة الفيديو كامل. كما نلاحظ أن السؤال تم إضافته تلقائياً إلى شريحة الباوربوينت. الآن نضغط على File Export ونصدر هذا الباوربوينت على شكل فيديو Stream. نضغط على Publish to Microsoft Stream، نختار Allow Everyone in Our Organization ونغير عنوان الفيديو ثم نضغط على Publish.
يمكننا متابعة الحفظ في الشريحة أسفل الشاشة، وعند الانتهاء من هذا التصدير يمكننا الضغط على الرسالة Successfully Upload، وستوجهنا إلى تطبيق مايكروسوفت ستريم، وهنا سنقوم باستعراض كيفية عرض هذا الفيديو للطالب. الآن نحن موجودين في تطبيق مايكروسوفت ستريم. كما نرى فإنه سيستعرض الباوربوينت على شكل فيديو، إنما عند الوصول على النقطة سيقوم بعرض الواجب أو السؤال الذي تم وضعه داخل الباوربوينت. هنا سيقوم بعرض السؤال وعلى الطالب الاستجابة، سيختار الجواب المناسب ثم يضغط على Submit، وهنا أيضا يمكنه الاطلاع على النتيجة فوريا. بعد الانتهاء يمكنه الضغط على Continue Video، وبهذه الطريقة يمكن استكمال باقي شرح الدرس المخصص من قبل المعلمة. الآن سوف نقوم بمشاركة هذا المحتوى مع الفريق على Teams. عند الضغط على كلمة شير نقوم بالتوجه إلى الإيميل، نبحث عن اسم الفريق وهنا الخنساء على سبيل المثال، نقوم بالضغط على Add ثم نتوجه إلى شير، نقوم بنسخ الرابط، ومن خلال الفريق على Teams نقوم بالضغط على إشارة زائد ونبحث عن كلمة Stream. وهنا سنحدد أن هذا هو رابط فيديو ونقوم بلصق الارتباط أو رابط الفيديو أو المحتوى، ويمكننا تغيير عنوان التبويب. عند الضغط على كلمة Save سيقوم باستعراض المحتوى كامل متكامل داخل تطبيق Teams.